المستشار مرتضى واضح صريح جريء كالعادة، في حملة ممنهجة، في شائعات مغرضة الهدف منها النيل من نادي الزمالك، الهدف منها محاولة إسقاط نادي الزمالك. على فكرة الناس اللي يشوف السوشيال ميديا يحس ان في يعني نار، لكن نادي الزمالك نادي مؤمن بالمفهوم الحقيقي للرياضة، المفاهيم الحقيقية لكرة القدم. خسارة بنشوف أسبابها، بنبحث الأخطاء، دايما بنبص لبكرة، دايما بنبص للأمام. في دوري أبطال العرب بطولة في غاية الأهمية، موسم خلاص بينتهي، وعاوز أقول للناس اللي زعلانة قوي بكل المشاكل وكل الأزمات إن الأهلي بعد السنة اللي فاتت حقق المركز الثالث وكان عنده استقرار، لكن بكل الأزمات والمشاكل اللي تعرض ليها نادي الزمالك هذا الموسم وينهي بطولة الدوري في المركز الثالث، نفس مركز النادي الأهلي الموسم الماضي، ده إنجاز ما بعده إنجاز.